ودايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل زي ما قالت ريهام. كل سنه وحضراتكم طيبين. انا اول يوم النهارده بعد الاعياد وحلقات الاعياد الجميله. ان شاء الله صيف جميل على مصر باذن الله تعالى. وطبعا كل التوفيق للي بيمتحنوا في الثانويه العامه، والله يكون في عون اولياء الامور اللي بيتابعوا اولادهم في الثانويه العامه. نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله، ويخلصوا على خير بقى، وكله يروح بحر، كله يروح اي مكان. اجازات بقى، اجازات. بس السنه دي سو ماتش فن يعني. نعم. رمضان بقى ليه طقوسه وليه كده الجو بتاعه، وبعدين عيد، وبعد كده كاس العالم دخلنا. نعم. فيه اتشغلنا في حاجه، وبعدين هيبقى في صيف يعني كله كده ورا بعضه السنه دي. وحلو حلو. عندنا فقرات متنوعه زي كل يوم في نهارك سعيد. زي ما حضراتكم عارفين او مش عارفين، في اليوم العالمي للاجئين في جميع انحاء العالم. المفروض ان هو الاحتفاليه دي كانت يوم 20 يونيو. وعندنا فقره خاصه باللاجئين في جميع انحاء العالم، حوالي 68.5 مليون لاجئ في جميع انحاء العالم. معنا ضيفتنا النهارده الاستاذه الدكتوره اميره محمد، استاذه بجامعه نورث ويستن بوسطن وخبيره الهجره سابقا بالمنظمه الدوليه للهجره. 68 مليون؟ اه ده رقم كبير جدا. 68.5 مليون لاجئ، يعني ممكن يكون في عدد اكبر لو هو مهاجر. لان انت عارفه في مهاجرين كتير جدا في جميع انحاء العالم. حاجه ثانيه. وفي طبعا اتفاقيه في خاصه بالاتحاد الاوروبي مع مصر، وفي يعني هنتكلم في الفقره دي بعدد كبير من المواضيع. عندنا كمان مهرجان بيت الشعراء العرب بمصر، واللي هيقام قريبا. في استعدادات دلوقتي لانطلاقه بمشاركه 15 دوله عربيه. هيكون ضيفنا في الفقرة دي أستاذ خالد قاسم الشاعر ورئيس مجلس إدارة بيت الشعراء العرب. هنسمع شعر النهاردة، وهنتكلم كمان على أول ديوان مجمع للشعراء العرب المعاصرين. هنتكلم عن كل ده في أحد فقراتنا النهاردة. الكاميرا اللي بتصورني دلوقتي في استوديو نهارك سعيد، الكاميرا دي بقت أهم حاجة تقريبا في العالم كله. الكاميرا مش بالكاميرا دي خصيصا يعني، إنما الكاميرا بشكل عام، كاميرا فوتوغرافيا، كاميرا فيديو، الكاميرا بقت بتسجل اللحظة والثانية مهما كانت هي سياسية، اجتماعية، اقتصادية. الكاميرا بقت حاجة مهمة جدا في حياة البشرية في الكرة الأرضية. معايا ضيفي الأستاذ أيمن موسى، رئيس قسم التصوير الفوتوغرافي بجريدة موقع الأسبوع، وتحقيق مصور عن فرحة العيد وطبعا المونديال في روسيا. هيكون كمان معانا بقى فقرة عن مع الديكور، والنهاردة هنتكلم عن الديكور، ديكور المطبخ. يعني دايما بيقولوا بقى ان المطبخ هو روح البيت، هو طبعا مملكة المرأة، هو المكان اللي الأسرة ممكن تقضي فيه اليوم كله، لأن ممكن في دلوقتي ناس بتعمل ترابيزة في المطبخ وبياكلوا عليها فبيقضوا كل حاجة، وفي ناس بتحط راديو، وفي ناس بتحط تلفزيون، فبيبقى خلاص مكان التجمع كله في المطبخ. هنتكلم بقى عن المطابخ الكبيرة والمطابخ الصغيرة والموضة الجديدة، وازاي نستغل المكان ده بأكتر شكل موفق يعني، مع المهندس محمد هنداوي المصمم المعماري. ده غير طبعا انه اقرب طريق الى قلب جوزك معدته. الله يرحمك الله يرحمك سعاد يا حسني. اكيد يا حبيبتي. ده على فكره ذكرها كانت قريب، مش عارفه ذكرى وفاتها ولا ميلادها. سعاد حسني والفنان الكبير كمان الله يرحمه احمد زكي الله يرحمهم جميعا. على فكره خبر جميل جدا، بس كده يعني نعمل نوع من يعني حاجه لطيفه انتعيش. يعني اللي انا قريت النهارده في الجرايد ان ابتدت باب الحجز عن طريق الانترنت للشقق اللي في العاصمه الاداريه الجديده. اللي هي سعر المتر كام حضرتك؟ انا ما اعرفش الحقيقه، لكن كل اللي انا اقدر اقوله لك انه اكيد هيبقى فيه كل الكاتيجوري او كل التفاصيل الخاصه بكل الاسعار. ليه؟ لانك انت بتتكلمي على عاصمه، مش بتتكلمي على كومباوند. عاصمه يعني يمكن تقريبا ممكن تبقى الله اعلم، مش عارف. انا مش لاقي حاجه في مستوى قدراتي انا شخصيا. يعني انا قصدي انه ما علينا، هنلاقي ان شاء الله. هنلاقي ان شاء الله كل المستويات ان شاء الله. طيب بس ما يمنعش ان يبقى فيه كل المستويات مهما كانت عاليه او متوسطه، لازم يبقى فيه عاصمه. لازم ان شاء الله. مش ممكن مش كومباوند. احنا نروح للرياضه ان شاء الله، احنا نروح للتمرينات الرياضيه ونبدا يومنا بالنشاط مع كابتن حسام تايجر مع التمرينات الرياضيه، ونرجع تاني. يلا بينا.